وإلى المستثيرة وأيضا ممثلين شبيبات سياسية بمدينة وجدة على هذه المائدة المستثيرة. أول الأمر لا يمكن أن نتكلم عن الوظيفة السياسي في البلاد حيث شبيبة المارس السياسة كتمارس عليه، وخير دليل على ذلك أن الشباب اللي كان ساكت في هذه البلاد خرجت حركة 20 فبراير. السؤال ديالي هو سؤال موجه لممثلين الشبيبات مدينة وجدة، واش إذا كان بين هذا الحضور ناس غير منتمين للأحزاب السياسية وخرجوا من هنا وبغاو يمشيو للأحزاب السياسية، واش غادي يلقاو المقرات نتاعكم مفتوحة؟ واش غادي يلقاو ناس يأطروهم؟ واش غادي يلقاو ناس ياخذوا بيديهم؟ واش غادي يلقاو ناس غادي يمدحوا لهم مشروع ثاني؟ ما